المشاهدين متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية. كيفما كتلاحظوا مع المشاهدين الكرام، أجواء صباحية في صبيحة يوم الثاني من عيد الأضحى. عواشركم مبروك عليكم يا ربي. كنتمنى أن اليوم الأول من عيد الأضحى أنه يكون مر عليكم بخير وسلام يا ربي. كيفما كتشوفوا معنا الدنيا خاوية، كازا خاوية. هي أجواء، احنا الآن كنتواجدوا بوسط المدينة. صباح النور عليكم، صباح الخير على الجميع يا ربي. تحياتي للناس ديال قطر، تحياتي لكم، صباح النور عليكم. صباح النور الأخ إبراهيم، صباح النور عليك.
يعني حنا الان كنتواجدوا بشارع انفا مدينه الدار البيضاء، يعني اجواء صباحيه لصبيحه اليوم الثاني من عيد الاضحى المبارك. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا في البث المباشر حول الشوارع الكبرى للمدينه، شفتوا معنا الاجواء كيفاش كتمر بها صبيحه اليوم الثاني من عيد الاضحى. غادي نودعكم على امل نلقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.